بعض الشباب يحفر قبرا داخل فناء منزله. نعم. يقول بعض الشباب يحفر قبرا داخل فناء منزله حتى إذا رآه في دخوله وخروجه اتعظ بذلك، فهل هذا من التشدد؟ نعم، هذا من التكلف والتنطع. حفر القبر في البيت هذا من التكلف والتنطع، ما كان السلف يعملون هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حفر قبر في بيته وهو القدوة لأمته، ولكن المسلم يتذكر الموت، يتذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. قال تذكروا، ما قال احفروا قبور، تذكروا بقلبك، تذكره بقلبك وتستحضره بقلبك ولا يغيب عن بالك، هذا هو المشروع. نعم.